ها يا صاحبي فارشنا كريت يا البايع صحبت الخاطر مني بس وداعتك من امي كان الصوت يما يجوز زادك ماسخ شوي المن امي وابويا وياك كان يغار الهوى لاشتمك انت فرشنك بنصه اللي مديده عليك يسلم ويندار من يعبر شبر من يمك تقصه زين انطيها حقها الصحبه حتى ارتاح ياهو ياك قاسم روحه والقرصه وياهو ياك ماسحك الكرامه تروح وياهو ياك يعرق قلبه والقصه راح افرضها يمك غربه من حط عيب واريد بذمه تحكي واي غلط شخصه انا مقضيها ضحكه قبال ياهو الجار ترى الوجه ثقيل يزعل الورده وخلي حساب عندك لون ويت تروح المزامط سهل بس دله بالرده واذا تحسب لي موقف للزعل ممنون خل نرجع عمر حتى ازعل بقدر